لي في جيسبيغ كو فوز اري بيان. مرحبا بكم فيديو جديده على القناه. مرحبا بكم، فرحانه بزاف اللي راني معاكم. قبل ما نبدا الفيديو كيما كل مره بغيت نقول لكم ميرسي بوكو بوكو على لي كومونتير تاعكم على لي فيديو ولا على الفيديو الاخر اللي درتو. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. كيما تشوفوا البنات، انا اليوم جيت خرجت مع ماكوزين ايناس مع الاولاد. هما ماكي الهيت وين راه ماكي يلعبوا الهيتات، وانا درت ان تور. قلت نصور لكم شويه هذا البارك هذا هنا في سانتيغراف. بارك كبير بزاف، فيه من هنايا اللاك وثاني فيه هذا هو اللاك كبير كامل كما راكم تشوفوا البنات. فاصو انا درت لكم ان تور فيه. جبنا لهنا الاولاد. شوفوا انا ما تغديتش مع البنات، لخطاش الصباح درت كيما شفتوا في العنوان الرفيسه. الرفيسه من بين الاكلات اللي عجبوني كيما نقولوا المغربيه مليحه تاع فوغانيه بزاف. انا على واش درتها البنات لخطاش حتى هي درت من قبل الشخشوخه تاعنا حنايا تاع الجزائر، تقاسمتها معاكم. وهذه درتها البنات لخطاش كيما نقولوا كيما تعرفوا متتبعات فرزناي كي هنا هي راكده متتبعات تاعي انايا. مازلت رضع بنتي دوكو سبحان الله دير واحد الحليب. المهم المهم البنات ان شاء الله نتقاسمها معاكم. هذاك نقول لكم ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو تاع اليوم. خفيف ظريف هكا غير نطلع عليكم مش ما نغيبش عليكم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقه. شوفوا انا غير ما كثرتش فيها كيما تبان الحلبه، دار فيها الحلبه. المهم البنات ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. وانايا نورمالمون غدوا سي باذن الله لاندي، لخطاش اليوم رانا البنات ديمونش لاندي ان شاء الله عندي لو فاكسان تاع رازان ان شاء الله تاع 5 شهور. ها هي كي هنايا في لابوسيت عندي ان شاء الله لو فاكسان تاع رازان. ان شاء الله يا ربي ما تحكمهاليش السخانه كيما قلت لكم. هما كيفاش نوجدوا الحرير، ماشي الحريره، يا ربي العزيز الرفيسه، هذاك الرفيسه ونرجعوا ان شاء الله. وبالنسبه ثانيه البنات واش حنقول لكم على الاكلات، انا نشوف نبارطاجي معكم مثلا الاكل المغربي هذاك اللي تعلمته. بزاف يقولوا لي بزاف طبخي الاكل المغربي. بيان سور البنات انا يعني شوفوا من العشاق تاعو هذاك كومونطون اللي ما على بالوش بلي الزوج تاعي مغربي. وجيم بيان باغ اكزومبل مثلا هكا اي وحده فينا تبغي صافي تبغي دير واش يبغي راجلها، يعني هو مسكين ما بيناتنا ما يقوليش. هو ثاني من عشاق الاكل الجزائري خاصه الشوربه تاع الفريك. في رمضان يبريفير الشوربه تاع الفريك على الحريره، بورتون الحريره حتى هي راهي كي غنيه. واش نقول لكم التنوع تاعنا في كلش. نديرو مام ثانيه الاكل التونسي، نديرو هذيك لي بات حارين يا اخ واش نقول لكم. المهم نديرو الاكل التونسي، نديرو الاكل المغربي الجزائري، ونديرو مام الاكل الفرنسي. شوفوا نقول لكم حاجه البنات، هما نفس المكونات ونفس الاخر، بصح كل واحد واش لوغو تاعو. هي هذا كوان بارطاج والحمد لله يا ربي كل شيء مليح وكل شيء يتاكل. المهم البنات ان شاء الله نقول لكم تهلاو في رواحكم. انا نقول لكم ان شاء الله الى فيديو واحد اخر بتاتخ يكون على الفاكسان اللي نقول لكم البنات تهلاو في رواحكم. نقول لكم الى فيديو جاي، مع السلامه. Je vous aime beaucoup.
السلام عليكم البنات. المهم اني دخلت لهنا للكوزينه وجدت معكم هذوك الحوايج اللي راح صافي المكونات فيت في. شوفوا البنات هو كي الاخر طير السمان تاعي ولا لي كاي عندي لهنا وقيل عندي واحد سبعة. المهم اسمح لي البنات شغل ضربني الهواء من البصله كشرتها. شوفوا نقيتو مليح غسلتو بالحامض والملح وحطيتو لهنايا يقطر مليح ديجا عنده واحد نص ساعه. لهنايا درت كيلو تاع البصله درت هذه كيما تشوفوا هكا قطعتها. ولهنايا عندي الثوم وعندي لهنايا الكوميسابيل يا ربي الحلبه ما بغيتش بزاف ما يعجبنيش لوغو تاعها قوي. وعندي لهنايا البنات عندي العدس. ولهنا بالنسبه لي لي زيبيس ولا اللي راح ندير فيهم هذو الساعة باش تجي باش يجيو بنان يقعدوا واحد نص ساعه. عندي لهنايا عندي فلفل كحل عندي لهنايا السكنجبير عندي لهنايا العرق الاصفر وعندي الملح وهذا يا ربي نسيتو كيفاه اسمو والله نسيتو البنات على بالي ميس باك غافاني نقول لكم واش هو دوك نتفكروا ونقول لكم. المهم جبت لهنايا هذه صدقوني انا الحوايج هذو التقليديه نشتي ديما نخدم في هذو جو سي با. المهم البنات كيما راح تشوفوا نحطوا هذو شوفوا نديرهم ونعاود نهضر معكم البنات. هاي البنات كيما تشوفوا لهنايا يعني درت هذيك العطريه تاعي ولا لي زيبيس تاعي كيما قلت لكم هذاك اسمه راس الحانوت البنات. المهم انا ديما لازم انغريديون واحد نزابيه. المهم لهنا واش زدت ربع مغارف ولا خمسه تاع زيت الزيتونه ودرت البنات هذوك المكونات كامله ونحاول شوفوا نحاول بيان ندخل هذيك العطريه ولا لي زيبيس لداخل. ها هي كيما هكا البنات وي سي سون بون شاف اشرب بالك وي ان شاء الله نديرو ناكلو. هو لا ديزيبيس باوي ماما بعد ما يبانوش اشرف. المهم البنات كيما قلت لكم شوفوا بزاف هكا تحاولوا هذيك العطريه ها هي كيفاش تدخل لهنا لداخل ها كي هنا لاخطاش هذه ومن بعد تشوفوا واش نديروا بها اللي بقات لهنايا يعني نمرقوا بها. خدك واش انا راني نلعب قط 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 ميسي با دجاج هذا سمان ولا اسمه ليكاي شوفوا ولا هذا ثاني عاود يتصلحوا. انا مازال لي منهم قلت لكم جبت بزاف مره هذه لكم نديتهم. شوفوا البنات نحطوهم هكا واحد نص ساعه ونعاود ان شاء الله نرجع عندكم باش نقول لكم الطريقه كيفاش. هيا بقاو معايا البنات. البنات كيما تشوفوا درت لهنا البصله تاعي هذيك كيلو نص اللي قطعتها ودرت كاس صغير تاع زيت الزيتونه وشوفوا ونقليها مليح نحاولوا نقليو البصله هذه تاعنا حتى كيذوب. شفتوا البنات لاخطاش لهنا راه هو كي فات البنات واحد نص ساعه على هذا السمان هذا تاعي باش يتقد مليح في الاخر. نخليكم البنات انا نقعد ندير هكا حتى كيذوب لي مليح هذه البصله. ها هي بقاو معايا البنات كيما تشوفوا لهنايا كيما نقولوا دارت لي مليح كي دارت لي شويه الكوميسابيل البصله نبدا دوكا نجيب السمان تاعي ونبدا نحطو بالعقل هذا خاطرش هو ديجا راه هو كي كيما مسكين ضعيف. شوفوا نحطو وحده ونحاولو نقليوها. شوفوا هكا وهذه اللي بقات البنات هي اللي راح نمرقوا بها نزيدوا فيها الماء كما راح تشوفوا الماء سخون. شوفوا نبداو نديروا هكا بسم الله ها كيما هكا نديروا بالعقل البنات خليو حتى كيما نقولوا يتقلى مليح مع البصله هذه. شوفوا خليوه هكا بدا يتقلى البنات ها نعاود نرجع عندكم او ميم طون قلت لكم ديروا لهنايا لما يكون ها لهنا الماء نعاود نرجع عندكم البنات. تشوفوا كيما تقلات مليح شوفوا ها
نديرو بالعقل لاخاطش كيما نقولوا داير هذا الدجاج هذا في ساعه يطيب ماشي دجاج. واش نديروا البنات؟ هذه هي نبدا ومرقو كيما قلت لكم بسم الله. شوف نبدا ندير هكا لازم يتغطى، هو ديما من الاحسن تمرقي بالما يكون سخون. ها شوفوا البنات كيما هكا. واش حال ندير؟ نزيد بعد في نفس الحد، لازم يتغطى هذا السمان تاعنا بسم الله. هاك شوف هاكا. واش نديروا البنات في هذه المرحله؟ هذه نديروا مغرف تاع السمن. ها مغرف تاع السمن لازم هذه رفيسه يكون فيها. نديروا مغرفه تاع السمن. واش نزيدوا البنات الحلبه؟ الحلبه انا ما كثرتش بزاف باسكو من 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 ما نبغيش هذاك لوغو تاعها القوي بزاف. ها هكا نزيدوا العدس، كل واحد والاخر تاعو عدس بسم الله. العدس ومن طون نحطوا الثوم نحطوها هكا، انا تعجبني بزاف ابخي كي طيبوا تحط هكا. طبيعة الحال نخلطوا كامل. نقفلوا عليها البنات لمدة ساعة ونعاودوا ان شاء الله ونعاود نرجع عندكم. هاتوا البنات هاتوا تاعك. وبطبيعة الحال البنات لهنايا درت المسمن اللي راح نديرو هاو كي لهنايا جبدتو، من بعد تبداو كيما نقولو نقطعوه ونخليوه دوكو طي حتى ان شاء الله نطيب المرقة تاعنا. وكيما راح تشوفوا لهنا البنات هاي كي طابت جات الله الله. نحي هذا السمان هذا باش نحمرو داخل الفوغ ونعاود نرجع عندكم البنات. ايه نديرو بابي كوم سا. او ميم طون درت انايا العظام، درت لهنايا التمر درتو بالجوز وهذاك راهو كيسينو جا البنات، يعطي تشوفو واحد المذاق عباك كي تاكلو هذا الرفيسة هذي تشوفو تعرقو. ليسونسيال غنية بزاف. المهم البنات كيما راح تشوفو ندير انا السمن تاعي او ميم طون الشخشوخة تاعي ولا مسمن هذا اللي درتو قطعتو وجدتو كيما تشوفو، والاخر تاعي حطيتو باش نديرو داخل الفوق. ومن بعد زينا البنات كيما بغيتو. المهم نخليكم مع بقيه الفيديو ونقولكم تهلاو في رواحكم وشكرا بزاف.